ليش يا دكتور لا تتعب على الفحص؟ يا دكتور لا تتعب على الفحص والتشخيص. يا سلام. أنا حالتي نظرة عيوني تشخصها، لو أنك بحاسيس القلوب نظافة بخيص صرفت الدول جروحها قبل تفحصها. سلام. اللي فاقد رفقة رفيق ما هو برخيص، يونس وجعة تظهر مواري خصائصها، سوالف ضعيف الرابعة مثل شوك النيس، وأنا ما انتحل شخصيته وأتقمصها، ودي ينقلب بموت في طريق خريص ولا شيء وجه المطالب والخصائص. أعوذ بالله.